اللهم ارزق المتبرع زوجا صالحا، اللهم اجعل له ذرية صالحة تحفظ القرآن الكريم، اللهم ارفع البلاء والمرض عنهم، اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا له في قبره، واجعل قبري روضة من رياض الجنة، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم اجعل له رزقا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزق المتبرع زوجة صالحة، اللهم ارزق المتبرع الذرية الصالحة التي تحفظ القرآن، اللهم ارفع البلاء والمرض عنه، اللهم ارزقه من حيث لم يحتسبه، اللهم اجعل القرآن شفيعا لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اكتب لهم أجرا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزق المتبرع زوجا صالحا، اللهم ارزقه ذرية صالحة تحفظ القرآن الكريم، اللهم ارفع عنه البلاء والمرض، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم اجعل القرآن شفيعا له في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اكتب له الأجر في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل المتبرع زوجة صالحة، اللهم اجعل للمتبرع الذرية التي تحفظ القرآن، اللهم ارفع عنهم البلاء والمرض، اللهم ارزقهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم اجعل القرآن شفيعا لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اكتب لهم أجرا في الدنيا والآخرة.